عبرت دانييلا كروسلاك نائب البعثة الأممية لاتفاق الحديدة عن مدى تأثرها بما شاهدته من جرائم ميليشيا الحوثي بحق أبناء حيس. وقامت الأربعاء بزيارة إلى مدينة حيس رفقة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للاطلاع على حجم معاناة السكان، وقالت إن معاناة السكان كبيرة خصوصا الأطفال. أيضا أكدت أن وجودها في حيس اليوم هو للتعبير عن القلق فيما يتعلق بالقتال الدائري هناك، وعلينا أن نعالج هذا الأمر بشكل مشترك ضمن الإطار المتفق عليه والآليات المتفق عليها بغية تحقيق تقدم في هذا الملف حسب تعبيرها. نماذج من السلاح والجنود، قوات ناسفة، قوات ناسفة، أولاد، Yeah, WFP.